بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فمع شرح سيدنا أبي البركات ومهبط الرحمات منة القدير سيدي أحمد بن محمد الددير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وأنوارهم وأنواركم في الدارين، اللهم أمين. شرح السيد أحمد الددير على خليدته رضي الله عنه وأرضاه. قال: والنفوس سبعة بحسب أوصافها، وإلا فهي واحدة. الأولى النفس الأمارة بالسوء، وهي التي لا تأمر صاحبها بخير، فإذا جاهدها صاحبها وخالفها في فإذا جاهدها صاحبها وخالفها في شهواتها حتى أذعنت اتباع الحق وسكنت تحت الأمر التكليفي، ولكنها تغلب صاحبها في أكثر أحوالها ثم ترجع إليه باللوم على ما وقع، سميت لوامة، وهي الثانية. الشيخ رضي الله عنه وارضاه يذكر إن أول أمر بينك وبين الله تعالى النفس، والنفس واحدة ولكنها تصف بصفات. فأول صفة لها أنها تكون، لم يقل الشيخ آمرة بالسوء، بل قال أمارة بالسوء، وأمار على وزن فعال، يعني دائما تأمر صاحبها وتلح عليه بالسوء، يعني مش تأمر مرة واحدة فقط، لا، ده هكذا دائما وأبدا. الشيخ السباعي يقول: النفس الأمارة المراد بها النفس الناطقة، وهي القلب، والذي قال تعالى فيه: ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وليس المراد من القلب القطعة اللحم، وإنما هي اللطيفة الربانية، لكنها لما تدنست بالميل إلى الطبيعة والركون إلى الشهوات، وصادقت النفس الشهوانية أي الروح الحيواني، انخرطت في سلك الحيوانات وتبدلت أوصافها الحميدة بالذميمة، وصارت لا تتميز عنها إلا بالصورة، وصار الشيطان من جندها. يعني الشيخ رضي الله عنه وارضاه يعني يدلنا على حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا وعلى الفطرة. الفطرة يعني الروح النقية الطيبة الصالحة، حتى إن نطق أبناء الصغار هذا النطق من لغة أهل الأرواح، عندما الولد الصغير يقول إغ 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 أو يبكي أو كذا، علماء العارفين بالله، العلماء العارفين بالله قالوا أن بكاء الصبي من غير مرض صلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام اللي ينطق بزي إغ 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 هذا كلام من لغات، هذه لغات طيبة روحانية بحتة. الشيخ الدردير الشيخ السباعي يقول للنفس هي الروح في هذا الأمر، هي الروح أساس، لكن لما كبر بقى الولد، كبرت البنت وبدأ تتلطخ هذه الروح، يتلطخ هذا القلب، فيصير إلى مرتبة الشهوانية والحيوانية، أضافت إليه الشهوات بعض الأمور، فصار يحب الطعام ويحب الشراب
يحب الشهوة، يحب الكبر، يحب الأنانية، صارت فيه هذه الصفات المذمومة. أول ما هذه الصفات المذمومة كانت موجودة فيه، الشيطان قال أنا، قال إيه؟ أنا. يبقى عمل إيه؟ مصادقة. يبقى النفس الأمارة بالسوء هي دي في الأول. يبقى الشيطان لما قال أنا صار جنديا من جنودها. عشان كده جهاد النفس أقوى من جهاد الشيطان. الشيطان تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفيت وقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انصرف الشيطان. ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش هيأتي الإنسان كده عطوه مباشرة ويقول له أكفر بالله أبدا، إنما يتبع الخطوات له حتى يوقعه. وأما قول الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، هذا الإنسان بعد أن سيطرت عليه النفس الأمارة بالسوء. لكن الشيطان والإنسان لو لم تكن هناك نفس أمارة بالسوء ليس عنده المقدرة أن يوقع الإنسان في الكفر أو الشرك. يبقى إذن النفس صعبة. يبقى النفس الإنسان مخلوق بها، ما هو روح وقلب وكل حاجة. الشيخ ولكن لطيفة ربانية تدنست بالميل إلى الطبيعة والركون إلى الشهوات وصادقت النفس الشهوانية، الاثنين مع بعض يعني، أي الروح الحيواني انخرطت في سلك الحيوانات وتبدلت أوصافها الحميدة بالذميمة. الولد الصغير أمه إذا عرضت عنه يبكي، هذا بالضبط كمثل إنسان عابد الذي تخلصت نفسه إذا ابتعد عن الله تعالى يبكي بالضبط. الولد الصغير لا يعول هم الرزق، فعنده التوكل على الله سبحانه وتعالى، عنده تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، فعنده صفات كثيرة طيبة لهذا الولد الصغير. ما هو المؤثر الذي يؤثر في هذه الفترة؟ في هذه الفترة هو الشيخ لكم الميل إلى الطبيعة والركون إلى الشهوات. ممكن من تربية؟ التربية ممكن، البيئة ممكن، طبيعة الإنسان وعدم مجاهلة الإنسان لها، فصار عنده إيه؟ ميل إلى الطبيعة وركون إلى الشهوات، وصادقت النفس الشهوانية انخرط في سلكها وتبدلت أوصافها الحميدة بالذميمة وصارت لا تتميز عنها إلا بالصورة. مش كده بس، وصار الشيطان من جندها. طب إيه أوصافها؟ الجهل، البخل، إلى آخر ما قدمه الشارح. للنفوس الأمارة اللي هي صفات النفس الأمارة بالسوء. ثم أن هذه النفس لها سير عشان تتخلص من أوصافها، وعالم ومحل وحال ووارد وكيفية خلاص والترقي من صفاتها. فسيرها إلى الله تعالى، والإنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء. طيب، وعالمها عالم الشهادة. زي عالم الشهادة يعني مش عالم غيب. ليه؟ عالم الشهادة ده بيقاوم الأمر المشاهد ليه، بيقوم بيقلل من الطعام، يقلل من الشراب، يقلل من الأمور اللي تبعده عن الله سبحانه وتعالى. الكذب، فيش كذب، كبر،
أنانية أهو، ومحلها الصدر، وحالها الميل. طيب، وما الإنسان يبدأ يترقى فيها وبيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دي علاجها، لا إله إلا الله. واردها إيه؟ ما هو الذي يأتي على الإنسان من واردات عقب الذكر بلا إله إلا الله إذا كان في النفس الأمارة بالسوء؟ قال واردها الشريعة. واردها إيه؟ تأتي إليه فتوحات وفيوضات بالشريعة الإسلامية. يعني بالشريعة يعني فهم في القرآن، فهم في سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، التزام بالشرع الشريف. بعد ما كان مثلا بيصلي السنة بدأ يصلي السنة، يصلي الوتر، يحافظ على قيام الليل، يحافظ على صلاة الضحى، وهكذا. وكيفية الخلاص والترقي قد بينها بقوله فإذا جاهدها. وليكن الذكر في هذا المقام لا إله إلا الله بالشروط التي ذكرها الشارح، سيما تحقيق همزة إله، وإياك أن تتهاون في تحقيقها، فإنك إن لم تحققها قلبت ياء، وصار ذكرك لا إله إلا الله، وهذه ليست كلمة التوحيد، فلا ثواب بتكرارها ولا تأثير. وغالب الذاكرين واقعون في هذا الأمر ولا يدرون، وأكثر من هذا في القيام والقعود والاضطجاع في جميع الأوقات، وذلك بالجهل، فإن التأثير المطلوب من هذا الاسم لا يحصل إلا بالإكثار والإجهار آناء الليل وأطراف النهار، وأيضا تيقظ الأعضاء من الغفلة التي هي فيها لا يحصل إلا بذكر الجهري، ولذا أمر به الأشياخ. أمر به الأشياخ اللي هو ذكر الجهلي، لأن ذكر الجهلي الأعضاء كلها بتذكر الله سبحانه وتعالى، فيستيقظ هذا الجسد من الغفلة. من إيه؟ من الغفلة. فقالوا إن حظ اللسان من الذكر النطق، حظ اللسان من الجسم إيه؟ من الذكر إيه؟ النطق. وحظ الجسد الحركة، حظ الجسد إيه؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما قال الله تعالى، ويتحرك الذاكر يمنة ويسرة أو أسفل وإلى أعلى، هذا كله جائز، لأن هذه كلها وسائل، كلها إيه؟ وسائل لغاية. فمعنى ذلك فيها منحى لطيف، منحى لطيف اللي هو فيها معنى لطيف، أن هذه جهات وتشهد على صاحبها يوم القيامة، فجهة اليمين تشهد عليه أنه ذكر الله تعالى ناحية اليمين، وجهة اليسار والقلب والأمام والأعلى والفوق، كل ده الأعلى والتحت كله يشهد على صاحبه يوم القيامة بأنه قد ذكر الله سبحانه وتعالى متجها إليه. طيب، وحظ القلب، ما هو أدي اللسان وأدي الجوارح، القلب تطمئنان، قلب إيه؟ ألا بذكر الله تطمئن إيه؟ ما قالش الجوارح، لم يقل الجوارح. يعني الذكر في بيئة الضوضاء لا ينفع. الذكر في الضوضاء ما ينفعش طبعا، لأن ما فيش اطمئنان، ما فيش اطمئنان بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا اللي بنسمعه الآن أو بنراه من مثلا أجهزة الموسيقى والكده، هذا ليس مجلس ذكر، هذا اسمه مجلس سماع. مجلس ايه؟ مجلس سماع. مجلس ايه؟ سماع. وهناك فرق بين مجلس السماع وبين مجلس الذكر. مجلس السماع هذا بيكون فيه خطاب للأرواح، خطاب ايه؟ للروح، وبترقى كده شوية وتعيش، يعني ترويح على النفس، ترويح إيه؟ على النفس.
في الترويع على النفس دي مش اصل في الطريق. عشان كده لما تقرا كتاب التعرف الكلباذي تجد اخر باب ذكره رضي الله عنه وارضاه السماع. اخر باب ذكره هو باب السماع، وذلك حتى لا يبتدأ به الانسان. ما يقولش خلاص انا ابدا بالسماع، لا، ده السماع ده بمثابه ترويح عن النفس، لكن قبل ذلك عقائد رضي الله عنه وارضاه، عقائد الساده، السير بمجاهدات الساده الكبار، الاحوال والمقامات. ثم بعد ذلك في الاخر خلص السماع الى يعني اهل الله، مش بيضه وحاجه كده ارتباطا، زي بالظبط كده لما ذكروا في كتب الفقه اخر باب مذكور في كتب الفقه باب ايه؟ باب ايه؟ باب الجهاد. باب ايه؟ ليش معنى باب الجهاد بالذات؟ قالوا وذلك حتى لا يتكلم في الجهاد من لا يحسن الوضوء. لازم الاول ايه؟ يعرف ايه العبادات الاول، ويبدأ بالعبادات الاول بايه؟ بالطهارة. وقبل ما يبدأ بالطهارة يبدأ بالوسائل، الوسيلة اللي هي الماء، ماشي؟ دي يبقى عايز يقول لك ان الطهارة دي اللي ايه؟ لها وسيلة، الوسيلة اللي هي الماء او التراب في التيمم او الدبخ عندما تكلم عن وجلود الميت تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير وما سرد منهم واحدهما، وبعد ذلك وتكلم عن الطهارة والحيض والنفاس والغسل، وبعد ذلك الصلاة عبادة بينه وبين الله تعالى، ثم بعد ذلك معاملة بينه وبين الخلق البيع والشراء، ومعاملة بينه وبين شريكة الحياة بما ذكر في الأحوال الشخصية من خطبة وزواج ولا قدر الله طلاق أو خلع أو ظهار أو لعان، وتكلم على الحدود والاعتداء والجنايات وكده، والأقضية والشهادات، الأقضية يقضي بين الناس. وانت زيك تتكلم في الآخر عن الجهاد. قال ليه؟ قال حتى لا يتكلم عن الجهاد ويفهم حقيقة معناه من لا يحسن وضوء. كذلك هنا عندما تكلم رضي الله عنه وارضاه في السماع جعله آخر شيء في الكتاب، وذلك حتى لا يتمسك به ويتشبث به من لا يكون قد يعني ذاق هذه المقامات وشرب منها وارتوى منها. فالذي يحدث اللي نتكلم عليه عن حال الذكر، مفهوم حال الذكر أدب انقياد لله سبحانه وتعالى، شريعة. الشيء يقول لك تحقيق الهمزة، ما الشيء يقول لك بحيث لا يسرع بحيث تنقلب إلى ياء، لا، يقول لا إله إلا الله وهكذا. فقال إيه؟ تتيقظ الأعضاء. طب القلب ده، القلب ألا بذلك لا يطمئن القلوب. طب ممكن فيه ذكر في واحد ذاكر الله سبحانه وتعالى؟ إذا ذكر الله تعالى وجل قلبه، هذا نوع من هذا حال من أحوال القلب. ربنا سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا قلب وجل. وفي آية أخرى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قلب لين. يبقى الأول من وهيدات الجلال، والثاني من وهيدات الجمال. ثم يقول الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا قلب مطمئن، هذا من الكمال، هذا ايه؟ من الكمال. فكل شيء في الجسد في له نصيب من ذكر الله تعالى. يبقى الإنسان أما يذكر الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله
تتمزق أمامه النفس الأمارة بالسوء، فبعد ذلك يحتاج إلى ترقي. إلى ترقي ليه؟ ينتقل إلى نفس لوامة، فيقول: حتى أذعنت لاتباع الحق وسكنت تحت الأمر التكليفي، ولكن تغلب صاحبها في أكثر أحوالها، ثم ترجع إليه باللوم على ما وقع. سميت لوامة، سميت إيه؟ وهي الثانية. قال الشيخ، يقول رضي الله عنه وارضاه: وهي لا يطم صاحبها بخير، هي نفس الأمارة بالسوء. قال تعالى: إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال عليه الصلاة والسلام: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. طبعا إيه، والحديث ذي فيه كلام بالنسبة، يعني يقال إنه من كلام إبراهيم بن عبلة. وعلى كل يعني، فبطلان الدليل لا يدل على بطلان المدلول، فقد ورد في القرآن الكريم: إن النفس الأمارة بالسوء، وقد بدأ بها ليدلك على أن هذا الحديث للاستئناس وليس لبناء أمر شرعي عليه. أما الأمر الشرعي فهذا ثبت بقوله: إن النفس الأمارة بالسوء، بقوله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والملاحظ في الآية دي إن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا في القسم يأتي بقسم واحد، وأحيانا باثنين أو ثلاثة. فمثلا يقول: والعصر. فين جواب القسم؟ إن الإنسان في خسر، واحد. طيب والضحى والليل إذا سجى، فين جواب القسم؟ ما ودعك ربك وما قل. طيب قال تعالى: والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، فين جواب القسم؟ لقد أخذنا الإنسان بأحسن تقويم. طيب تعالى هنا بقى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس قدم قبلها تسعة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ودل النفس ايه أمر بالسوء، أمر صعب جدا. شوف قبلها كذا قسم عشان يأتي بجواب القسم عليها: قد أفلح من زكاها. طبعا مشكلة كبيرة، يعني عشر أقسام قبل، تسع أقسام قبلها وهي العاشرة. فيقول بقى: فيسمى جهاد الكفار أصغر، وسمي جهاد النفس أكبر، وذلك لأنها واقعة في ظلمة الطبيعة، فلا فرق لها بين الباطل والحق، فلا تميز بين الخير والشر، ولا يقدر الشيطان اللعين على الإنسان إلا بواسطتها. فكن أيها الأخ منها على حذر، ولا تأمل لها ولا تساعدها ولا تنتصر لها إن أحد أذاها، بل كن معينا له عليها، لأنك إذا تحققت عداوتها لزمك جميع ما ذكر، ولزمك تقليل الطعام والشراب والمنام، لتضعف النفس الشهوانية الحيوانية، لأنها إذا ضعفت هان خلاص هذه النفس الشريفة العزيزة العلوية التي سميت بالأمارة عن شبكتها. قوله سميت لوامة، النفس الثانية بقى، ولها أيضا سير، لها أيضا سير وعالم ومحل وحال ووارد وصفات، وعلاج في الخلاص من تلك الصفات والترقي عنها إلى المقام الثالث
الذي تكون النفس فيه ملهمة، فسيرها إلى الله تعالى. يبقى زي النفس الأولى تسير إلى الله، وعالمها عالم البرزخ، عالم إيه؟ تتفكر في الموت وأحوال الموت وما يأتي الإنسان ومحلها القلب، محل إيه؟ الأول كان محلها الصدر، هذه محل إيه؟ القلب. وحالها المحبة، يحدث الإنسان فيها حال محبة شريف لله تعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة الطاهرين، أولياء الله الصالحين، أهل البيت الأكرمين، الناس أجمعين حال محبة. وواردها الطريقة، واردها إيه؟ تأتي والذات لصاحبها شأن الطريق، شأن إيه؟ والالتزام بالطريق. والشيخ يتجد الإنسان فيها، تكلم كثيرا عن الشيخ، عن الإخوة في الطريق، عن أولياء الله الصالحين، التزام به. وتأتي إليه والدات فيها، الشيخ من صفاته كذا، الأدب كذا، فقط الأدب مع الأولياء كذا، الأدب مع الإخوان كذا. يكون مثلا بيقرأ قرآن، تأتي إليه والدات في الالتزام بالطريقة، يقرأ مثلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يبقى لابد من صحبة، مثلا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يقول الآية دي فيها إشارة إلى التخلي عن الرذائل مثلا، وهكذا. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، دليل على اتخاذ الشيخ المربي، واتخاذ الشيخ المربي ورد في سورة التوبة اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب ولماذا أتى في سورة التوبة بالذات؟ يدلنا على أن أول الطريق توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. إذا الإنسان تأتي إليه والدات الطريق. عشان كده لا نستغرب إذا قال أهل الله كل شيء يفعله أهل الطريق له دليل من الكتاب والسنة، له دليل إيه؟ من الكتاب والسنة. وصفاتها تبدأ تلوم صاحبها على فعل المعصية أو على عدم الإكثار من الخير، والفكر والعجب، عنده برضو إعجاب برضو، لسه ما غلطتش، والاعتراض على الخلق طبعا، والرياء الخفي، وحب الشهوة والرياسة. فقد بقي معها بعض أوصاف النفس الأمارة، صح، لكنها مع هذه الأوصاف ترى الحق حقا والباطل باطلا، يعني بيكون عنده تمييز، ضيفت عليك، يكون عنده يعني خاطر من داخله يميز له بين الحق والباطل، يعرف ان دي عنده نفس أمارة، عنده شوية حب، عنده شوية رياء لكن خفي، وبيطلب يا رب خلصنا من الرياء. بهذا الأوصاف وحالها محبة لا ينفي. عشان كده إذا ممكن تجد إنسان غارق في المحبة لكنه عنده هذه الأمور، لكنه موجود ورياء، هذا كالمحبة، محبة نفسي. لا أبدا، مش محبة نفسي فقط، ده هو إذا فتشت عليه وإذا ذكرت أمامه أبيات في حب الله تعالى يبكي ويهيم، وذكرت أمامه يعني حتى لو مرت أمامه ممكن أغنية تتكلم عن الحب، تهيم نفسه مع إنه عنده بعض الأمراض وهكذا. فليست القضية في محبة نفسه، لا، ده هو بيحب ربنا، بيحب سيدنا النبي، بيحب أهل البيت، بيحب أهل الله، بيموت فيهم، يحب زيارتهم، لكن وين؟ عنده بعض الأمراض، هو لسه عنده نفس لوامة. نفس لوامة أفضل من نفس الأمارة بالسوء، عشان كده قال سيرها لسه إلى الله، لسه لم تتخلص.
قال يبقى لكنها مع هذه الأوصاف ترى الحق حقا والباطل باطلا، وتعلم أن هذه الصفات مذمومة ولا تقدر على الخلاص منها، ومش كده كمان، ولها رغبة في المجاهدة وموافقة الشرع، ولها أعمال صالحة من قيام وصيام وصدقة وغير ذلك من أفعال البر، لكن يدخل عليها العجب والرياء الخفي، فيحب صاحب هذه النفس أن تطلع الناس على ما هو عليه من الأعمال الصالحة مع أنه يخفيها عنهم ولا يعمل لهم، بل عمله لله تعالى، إلا أنه يحب أن يحمد ويثنى عليه من جهة أعماله، ويكره هذه الخصلة أيضا، ولو يمكنه قلعها من قلبه بالكلية، وإلا لكان مخلصا بلا خطر، والحال أن المخلصين على خطر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. وذلك أن المخلص يحب أن يعرف الناس أنه مخلص، وهذا هو الرياء الخفي، لأن الرياء الخفي هو العمل لأجل الناس، وهو الشرك الخفي المذموم بالكلية. أسأل الله لي ولك التطهير منه، اللهم آمين. ومن كان بهذه المثابة فهو في المقام الثاني، ويقال لنفسه لوامة، لو اشتغل في هذا المقام بالاسم الثاني وهو الله الله بسكون آخره كبقية الأسماء، والخلاص من تلك الصفات والخطر لا يكون إلا بالفناء عن شهود الإخلاص، بشهود أن المحرك والمسكن هو الله تعالى. ومن أراد المزيد على هذا فعليه بسير السلوك، فإنه أتى فيه في هذا المقام وغيره بالعجب العجب. ما معنى بقية الأسماء؟ بقية الأسماء التي تساعد زي حي، يكون ما يقول حي 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 قيوم قيوم قيوم، لكن ليس في هذا، ليس لها، لا ليس في جهاد النفس اللوامة، إنما سيأتي فيما بعد في الملهمة والراضية والمرضية والكاملة. يعني لا يجوز في ذكر أسماء الأخرى. إحنا الشيخ بيتكلم عن سير الله تعالى، وليس معنى اللي أنت تذكر الله مع ذلك أن تترك لا إله إلا الله، لا، بل بتكون أيضا معك لا إله إلا الله، تذكر الله سبحانه وتعالى بها وهكذا. ولكن العلماء لما خاضوا هذه التجربة قالوا إن إنسان يشتغل بالله، إلا زائد كمان ورد الأساس بيكون معه، إلا زائد يحضر الحضرة والوظيفة وهكذا، فإذا بيحضر الحضرة بيقول لا إله إلا الله وبيقول الله، وبرضه بيذكر هو وبيذكر حي وبيذكر قيوم ويذكر حق ويذكر قهار، مفيش مشكلة في ذلك. لكن هو في ذات نفسه، الشيخ بيتكلم عن المريد في حق نفسه حتى يتخلص من النفوس ولا طهر. قال قوله التقديس، شوف الشيخ بيقول لك بقى: فإذا أخذ في المجاهدة والكد حتى مالت إلى عالم التقديس واستنارت بحيث ألهمت فجورها وتقواها سميت ملهمة، وهي الثالثة، وعلامتها أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرياء والعجب وغير ذلك. فإذا لازم المجاهدة حتى زالت عنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة وتخلقت بأخلاق الله تعالى الجمالية من الرأفة والرحمة واللطف والكرم والود، سميت مطمئنة، وهي الرابعة. تعال نرجع إلى الشيخ، قال سميت ملهمة أي لأن الله ألهمها فجورها وتقواها، ولها سير وعالم ومحل وحال ووارد وصفات وعلاج في الخلاص منها
والترقي عنها إلى المقام الرابع، فسيرها إلى الله تعالى يبقى لسه برضو السير إلى الله تعالى. النفس الأمارة بالسوء سير إلى الله، اللوامة الملهمة كله سير إلى الله، بمعنى أن السالك لا يقع نظره في هذا المقام إلا على الله تعالى، يعني ما تقصده أمامك لظهور الحقيقة الإيمانية على باطنه وفناء ما سوى الله تعالى في شهوده. وعالمها عالم الأرواح، يرى الإنسان الأولياء والصالحين في هذا المقام المنتقلين والموجودين، يراهم عالم الروح كأنه يتصل بهم من خلال ثواب يوصله إليهم، قراءة قل هو الله واحد 11 مرة مثلا، وربما يأتون إليه ويشكرونه على هذا الأمر. يبقى إذن عالم الأرواح يبدأ الروح بتترقى بعدما الجسد يترقى فقط، والنفس لا تبدأ الروح. طبعا وهي فرق بين النفس والروح، والشيخ السباعي رضي الله عنه وارضاه يقول إن النفس والروح واحد بالذات مختلفة بالاعتبار، يعني ذات النفس هي ذات الروح، ولكن من حيث ما يلانها إلى المعصية تسمى نفس، ومن حيث ما يلانها إلى الطاعة تسمى روح. تسمى إيه؟ روح. في هذه النفس الملهمة الطاعة بتكون زائدة، الإقبال أزيد، الرياء بيقل، وهكذا. قال فسيرها إلى الله تعالى، قال عالمها عالم الأرواح ومحلها الروح وحالها العشق. المحبة دي في النفس القبلية اللي هي النفس اللوامة، إذا قويت المحبة المحبة هي ما يلان القلب، ما يلان إيه؟ القلب. فإذا قويت صارت عشقا، صارت إيه؟ عشقا. وإذا قوي العشق سمي غراما، وذلك لملازمته للإنسان كالغريم في ملازمته للمديون فإذا قوي صار هياما، هيام هيام، فإذا قوي صار تتيما متيما، فإذا غلب ويعني وازداد سمي جنونا، سمي ايه؟ جنون. كمجنون ليلى قال له من تحب؟ قال ليلى. أين تذهب؟ قال ليلى. من أين جئت؟ قال من عندي ليلى. هذا سن قوي عليه حال الحب، فصار لا يرى إلا يعني ليلى فقط، صار لا يشعر إلا بليلى. لا، هو عند المحب مجاز، لكن عند قيس هذا حقيقة. قيس بن الملوح هذا كان يحب واحدة اسمها ليلى العامرية، قصة حقيقية، هذه امرأة كان اسمها ليلى، أعجب بها وتيم بها وجن بها فصار مجنون ليلى. وقد قال بعض الناس في كتب أهل العشق وكذا، قالوا إن الله تعالى ينصب مجنون ليلى يوم القيامة، ثم يأتي بمن ادعوا المحبة لله تعالى، فيقال
هذا مجنون ليلى أحب امرأة فانظروا ماذا من أمره، وأنتم ادعيتم محبتي فماذا عليكم من أمري؟ عملتوا إيه؟ يعني دي واحد أحب امرأة فانظروا كيف حاله وتبدل حاله، وأنتم ادعيتم محبة الله تعالى فما حالكم وما أعمالكم؟ ماذا فعلتم؟ عشان كده إذا سئلت يعني عن المحبة، أتحب الله؟ مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. اسكت. ادعيت، إذا قلت يعني إذا قلت قال لك إنسان تحب الله سبحانه وتعالى فاسكت، لا لا تدعي. إنك لو قلت هذا الكلام، لو قلت نعم، لو قلت لا أحب الله، وأنت يعني انتقلت من حيز الإيمان كده زي ما تحبش ربنا. طب ولو قلت أحب الله تعالى وقلت نعم، فما هكذا شأن المحبين؟ هذه دعوة يلزمك منها دليل. طب وإذا لم تأتي بالدليل؟ قال تكون معرضة للابتلاء، تكون معرضة للابتلاء فاسكت. يا رب هذا مقام عظيم، هذا مقام عظيم لم نبلغ. والله أعلم بما في صدورك، وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. أمر صعب. الشيخ يقول وحالها العشق وواردها المعرفة. عارف بالله. وأما صفتها فقد أشار الشارح إلى بعضها بقوله وتخلفت، والعلاج في الخلاص منها والترقي عنها إلى المقام الرابع أشار له بقوله الآتي: فإذا أدركته العناية الإلهية واستند إلى شيخه ويشتغل في هذا المقام بالاسم الثالث وهو هو وانظر بسط ذلك في سير السلوك. قال وعلامتها أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرياء والعجب وغير ذلك، فإذا لازم المجاهدة حتى زالت عنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة وتخلقت بأخلاق الله تعالى الجمالية من الرأفة والرحمة واللطف والكرم والود سميت مطمئنة، وهي الرابعة. وهذا المقام هو مبدأ الوصول إلى الله تعالى. سؤال. لماذا يذكر بضمير المخاطب ليس بضمير بضمير الغائبة ليس بضمير المخاطب أنت وأنت؟ لأن بضمير المخاطب ده أقرب. الذكر يعني بتقول أنت في ذكر هو دي اسم من أسماء الله تعالى، وعلى فرض أنه ضمير فالضمير أعرف المعارف. الضمير إيه؟ والإمام الرازي في تفسير الفاتحة يقول أنه اسم من أسماء الله تعالى، هو يدل على الله سبحانه وتعالى. هو الله، هو الله. وقال الإمام القشيري رضي الله عنه وارضاه في لطائف الإشارات إن السادة الصوفية يذكرون الله تعالى بهو لأنه يدل على الله تعالى. قوله كيف؟ قال إن الهاء تخرج من من الأقصى الحلق، الهاء مخرجها منين؟ والواو تخرج من الشفتين، فدل ذلك على أنه هو الأول والآخر، فدل ذلك على أنه هو الأول
والآخر. الكسيري في لطائف الإشارات رضي الله عنه وأرضاه. وهو لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. ولك دي نفسي إيه؟ نفسي ملهمة. وما يقولش هو لا يقول هو بالسكون كما قال الشيخ. قال وهذا المقام هو مبدأ الوصول إلى الله تعالى، ولكنها لا تخلو من دسائس خفية جدا كالشرك الخفي وحب الرئاسة، إلا أنها لخفائها ودقتها لا يدركها إلا أهلها الذين نور الله بصائرهم، لأن ظاهرها الصلاح والاتصاف بالصفات الحميدة من الكرم والحلم والتوكل والزهد والورع والشكر والصبر والتسليم والرضا بالقضاء، مع انكشاف بعض أسرار وانخراق بعض عادات. بعضين يكون صاحب كرامات وظهور بعض الكرامات، دي مشكلة بقى. فربما ظن صاحبه أنه الإمام الأعظم وأن مقامه هو المقام الأفخم، وهذا من جملة الدسائس. فإذا أدركته العناية الإلهية واستند إلى شيخه بالكلية ولازم المجاهدة حتى تمكن من الصفات المحمودة وانقطع عنه عرق الرياء وصارت نفسه ذليلة واستوى عنده المدح والذم ودخلت في مقام الفناء ورضيت بكل ما يقع في الكون من غير اعتراض، أصلا سميت راضية، وهي الخامسة. الشيخ يقول النفس المطمئنة لها سير وعالم ومحل وحال ووارد وصفات وكيفية الترقي عنها إلى المقام الخامس. قال لك سيرها مع الله مش إلى الله، سيرها إيه؟ مع الله. وعالمها الحقيقة المحمدية، ما هو بيقول لك يظن أنه قد وصل وما هو بوصل، يكون له جمعية مع الحق سبحانه وتعالى، لكنه يرجع إلى الخلق، فهو لا يزال، هو إيه؟ لا يزال عنده بعض من بعض الأمور، لأنه سيستند إلى شيخه. فسيرها مع الله وعالمها الحقيقة المحمدية ومحلها السر وحالها الطمأنينة الصادقة وواردها بعض أسرار الشريعة. وأشار إلى بعض صفاتها بقوله من الكرم والحكم إلى آخره، كما أشار إلى كيفية الترقي عنها إلى المقام الخامس بقوله ولازم المجاهدة حتى تمكن، أي بألا يستعجل على التقدم ويشتغل في هذا المقام بالاسم الرابع وهو حق بحرف النداء وبدونه، يعني يا حق يا حق يا حق أو حق 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 حق. قال ودخلت في مقام الفناء، أي الذي هو عبارة عن ذهول الحواس عن المحسوسات، وهو حال المتوسط في الطريق. يقول رضي الله عنه وارضاه سميت راضية، اعلم أن هذه النفس ليس لها وارد، لأن الوارد لا يكون إلا مع بقاء الأوصاف، وقد زالت في هذا المقام حتى لم يبق لها أثر، كما أشار يده الله إلى ذلك بقوله ودخلت في مقام الفناء. ولكن لها سير وعالم ومحل وحال وصفات وكيفية رقي منها إلى المقام السادس. فسيرها في الله، وكان سيرها مع الله، هذه كان سيرها في الله. وعالمها اللاهوت، ليه؟
الصفات يعبرون بصفات أهل الله لهم اصطلاحات مخصصة، منها اللاهوت، منها الجبروت والملكوت. فاللاهوت عالم الصفات الإلهية التي هي للتعلق، التي ايه؟ للتعلق، زي الله تعلق بالله سبحانه وتعالى، الخالق، المبدئ، الأول، الآخر، هي صفات التعلق. صفات ايه؟ صفات الكمال، صفات الكمال. وفيه عالم الجبروت، عالم ايه؟ الجبروت، اللي هي عالم صفات الجلال، زي القهار، الجبار، المتكبر، المعز، المذل. والملكوت اللي هو غير المشاهد، يعني اللي هو عالم الغيب. قال: ودخلت في مقام الفناء. قال: عالمها عالم اللاهوت، ومحلها سر السر، وحالها الفناء، لكن لا بمعنى الفناء الذي مر بيانه كما يشير له بقوله: فإذا فنى عن الفناء. والفرق بينهما أن ذاك حال المتوسط في الطريق، وقد عرفت أنه ظهور الحواس عن المحسوسات، وهذا حال المشرفين على البقاء الذين هم في أواخر السلوك. والمراد به اللي هو المعنى الثاني من الفناء محو الصفات البشرية والتهيؤ للبقاء من غير أن يعقبه البقاء في الحال، لأن ذلك الفناء هو حق اليقين، وبعد هذا الفناء يحصل في المقام السابع وسيأتي. وصفات هذه النفس الزهد فيما سوى الله تعالى، يكون محبب إليه الخلوة دايما، والإخلاص والرجوع والنسيان والرضا بكل ما يقع في الوجود. دخلت مرة على ولي من أولياء الله الصالحين، يعرفني كويس، قال: أنت مين؟ ينسى سوى الله. جلست إليه فقال: أنت مين؟ يعرفني معرفة جيدة، قال: أنت مين؟ سبحانك يا رب. والنسيان والرضا بكل ما يقع في الوجود من غير اختلاج قلب. لكن لما ذكرته تذكر، يعني لما ذكرته يعني فرجع من فنائه إلى بقائه من غير اختلاج قلب، ولا توجه لرضا المكروه عنه، ولا اعتراض أصلا، وذلك لأنه مستغرق في شهود الجمال المطلق. ولا تحجب هذه الحالة عن الإرشاد والنصيحة للخلق أهو، وأمرهم ونهيهم، ولا يسمع أحد كلامه إلا وينتفع به كل ذلك، وقلبه مشغول بعالم اللاهوت وهو الأصل. دي المقام ده كان عند الشيخ الدردير، يقول كده، يقول لك: فصرت لا أعرف الناس ولا يعرفونني، مع إجابتي عنهم بأحسن أجوبة، يسألوني أجاوب، يسألوني أجيب، وهو في الحقيقة غافل عنهم، مشتغل بالله سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى يعني من جعلهم في هذا المقام وهذا المقام، هذه عناية من الله سبحانه وتعالى. قال: وقلبه مشغول بعالم اللاهوت وهو الأصل. وقد سألت شيخنا عنه فأجاب بأن أصل كل شيء يقال له لاهوت، وما تفرع عنه يقال له ناسوت. وسر السر والسر عند القوم لطيفة مودعة في القلب كالأرواح، وأصولهم تقتضي أنها محل المشاهدة، كما أن الأرواح محل المحبة، والقلوب محل المعارف. قال علام علي الدين الكونوي: والظاهر أنها أسماء لحقيقة واحدة،
وهي لطيفة إنسانية لكنها تختلف باعتبارات مختلفة. وقالوا أيضا السر ما لك عليه إشراف واطلاع. طب وسر السر ما لا اطلاع عليه لغير الحق سبحانه لغفلة صاحبه عنه لكمال شغله عن أسره له. انظر الرسالة الكشيرية واشتغل في هذا المقام بالاسم الخامس وهو حي وأكثر منه ليزول فناؤك ويحصل بقاؤك بالحي فتدخل في المقام السادس. وكيفية الترقي من هذا المقام أعني الخامس إلى ما بعده إلى ما بعده وأشار إليه بقوله فإذا فني عن الفناء. يبوى ذكر حق الأول وبعد ذلك يذكر إيه حدث له فناء الفناء. طب فناء الفناء دي لازم يرجع، فكيف يرجع؟ يرجع بالحج، فعليه بذكر حي 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 حي. قال رضي الله عنه وارضاه ولكن رؤية الفناء والإخلاص ربما أوقع في شيء من الإعجاب فيرجع به القهقرى، فليستعذ بالله من ذلك مع مداومة الذكر والالتجاء إلى الله وملاحظة أنه لا يتم له الخلاص إلا بمدد الشيخ. فإذا فني عن الفناء فخلص من رؤية الإخلاص تجلى عليها بالرضا وعفى عن كل ما مضى وتبدلت سيئات وحسنات وانفتح لها أبواب الأذواق والتجليات فصارت غريقة في بحار التوحيد وأنستها بلا بل الأسرار وأنستها بلابل الأسرار بالتغريد. ولذا سميت مرضية لأنها بعنايات الله مرعية وهي السادسة. إلا أن صاحب الهمة العلية لا يرضى بالوقوف عند هذه المقامات وإن كانت سنية، بل يسير من الفناء إلى البقاء ويطلب وصل الوصل بتمام اللقاء. وجد لي بوصل الوصل كما قال سيد الدردير، جمع الجمع وصل الوصل. قال فتناديه حقائق الأكوان إنما نحن فتنة فلا تكفر وأن إلى ربك المنتهى. فإذا سار إلى منازل الأبطال وخلف الدنيا وراء ظهره ناداه ربه بأحسن ما قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيدخلها ربها في عباد الإحسان ويخلو عليها خلع الرضوان ويدخلها جنات الشهود ويجلسها في مقعد صدق عند الملك المعبود. وفي هذا المقام قد تمت المجاهلة والمكابدة لأن صفات الكمال صارت لها طبعة وسجية وسميت النفس فيه بالكاملة وهي السابعة وهي أعظم النفوس قدرا وأكملها فخرا. ومع ذلك لا ينقطع ترقيها أبدا أبدا لأن الكامل يقبل الكمال فلم تزل تترقى حتى تشهد الحق تعالى قبل الأخوان. ومشاهدته تعالى قبل كل شيء هو المسمى عندهم بالمعينة وهذا هو عين اليقين بعد أن حازت علم اليقين الذي هو معرفته تعالى بالبراهين ثم حق اليقين وهي مشاهدته تعالى في كل شيء من غير حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال. فالمرآة ترى فيها وجهك من غير حلول الوجه فيها ولا اتحاد. وهذا مشهد ذوقي لا يدركه إلا أهله. وصاحب هذا المقام لا يفطر عن العبادة لأنها صارت طبعا إما باللسان وإما بالجنان وإما بالأركان فحركاته حسنات وأنفاسه عبادات. الشيخ كلام عالي جدا.
يقول سميت مرضية لأن الحق تعالى قد رضي عنها، ولها أيضا سير وعالم ومحل وحال ووارد وصفات وكيفية الترقي منها إلى المقام السابع. فسيرها عن الله تعالى، دي كانت في الله، دي عن الله تعالى، بمعنى أنها أخذت ما تحتاج إليه من العلوم من حضرة الحي القيوم، ورجعت من عالم الغيب إلى عالم الشهادة بإذن الله تعالى لتفيد الخلق مما أنعم الله به عليها، وعالمها عالم الشهادة، ومحلها الخفاء، وحالها الحيرة، زدني بفرط الحب فيك تحيرا، والمراد بها المقبولة، وهي التي أشار إليها العارف سيد ابن الفارض، زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشم بلظى هواك تسعرا، للحيرة الموهمة التي تكون في أول السلوك. وواردها الشريعة، ده رجع التاني إيه؟ في الشريعة. قال راوي السندي ناقلا عن سيدي منتهى سير الرجال شرعنا المحمدي، فيرجع إلى الشريعة مرة أخرى، هو ما تركهاش، لكن الوارد بعد أن كان الوارد وارد الطريقة أو الوارد وارد معارف، ترجع بعد ذلك إلى الوارد إيه؟ وارد الشريعة، لأنها رجعت من الفناء إلى البقاء لترشد الناس إلى الله تعالى. قال واردها الشريعة. وأما صفاتها فقد أشار إلى بعضها بقوله فإذا فني عن الفناء. ومن صفاتها أيضا حسن الخلق وترك ما سوى الله ولطف بالخلق وحملهم على الصلاح والصفح عن ذنوبهم وحبهم والميل إليهم لإخراجهم من ظلمات طبائعهم إلى أنوار أرواحهم، لا كالميل الذي في النفس الأمارة لأنه مذموم. ومن صفات اللي الناس نغي يميل إلى الخلق، هنا برضو يميل إليه، لكن هناك بيميل إلى الخلق حتى عشان العجب والرياء وكده، لكن هنا بيرجع إلى الخلق إرشادهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا رجوع وهذا رجوع، فما أشبه الليلة بالبارحة، لكن هناك معه الخلق من حيث الرياء والمحمدة والسمعة، الصفات اللي هي في إيه؟ في الأمارة بالسوء. وهذا يرجع الحق إلى الخلق ومعه حبهم ومعه الإخلاص في نصحهم لله سبحانه وتعالى، وربما يحزن عليهم إذا انقطعوا عن الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان مولانا الشيخ أحمد رضوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لأبنائي والله يا ولدي لو ضربتني، لو أنت إيه ضربتني ما غضبت منك، ولكنني أغضب إذا انقطعت عن الله تعالى، إذا انتهكت حرمات الله تعالى. حينئذ يحدث إيه للشيخ الغضب، يحدث له الشيخ إيه الغضب، مش هو صاحب نفسه أمارة بالسوء وقصده اجتماع الناس عليه والعياذ بالله، أبدا، ده هو صاحب نفسه إيه صاحب نفس كاملة، صاحب نفسه إيه كاملة، مش مرضية كمان، لا، ده نفس كاملة بفضل الله رب العالمين. فيحب الخلق أن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى لأنه رجع إليهم. كان سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وارضاه أنا وصلت، إنما رجوعي إليك، إن فرحي لفرحكم وإن حزني لحزنكم، إنني أفرح إذا يعني نفع أحد من أبنائي وأقول كيف خرج هذا من تحت يدي، فهو يفرح لأجل هذا الأمر، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، والشريعة هو خير مما يجمعون.
قال والصفح عن ذنوبهم. كان سيدنا عبد القادر وضع كده ايه وصفح عن عثرات الإخوان والميل إليهم لإخراجهم من ظلمات طباعهم إلى أنوار أرواحهم، لا كالميل الذي في النفس الأمارة لأنه مذموم. ومن صفات هذه النفس الجمع بين حب الخلق والخالق يا أبوي، وهذا شيء عجيب لا يتيسر إلا لأصحاب هذا المقام يعني السادس. ولذلك كان السالك لا يتميز من عموم الخلق بحسب ظاهره وما بحسب باطنه، فهو معدن الأسرار وقدوة الأخيار، وليس في جوده شيء من الأغيار من حيث كونه أغيارا، وهو دائرة العلم الإلهي الحالي لا علم الرسوم المقالي. وأما كيفية الترقي فقد أشار لها بقوله بل يسير من الفناء إلى البقاء. وأشتغل في هذا المقام بالاسم السادس وهو قيوم. قيوم، نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، اسمه القيوم سبحانه وتعالى القائم على أمر عباده على الدوام. قال وخلف الدنيا وراء ظهره، أشار به إلى خستها وأن التجرد منها إلا بقدر الكفاف هو الغني الحقيقي، هو الغنى الحقيقي. وإلا يدر القائل رضيت بفقري في هواه وذلتي وما درني عيش إذا ما تكدر. فيعني كما قالت السيدة فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين عالمين خراب. فمن كان بالدنيا غنيا فإنني غني بمن للكل أغنى وأفقر سبحانه وتعالى. وقول الآخر خذ من الدنيا كفافا لا تزد، ودع الإسراف فيها واقتصد، واترك الدنيا لذي الجهل فما نال صفو العيش إلا من زهد. قوله ناداه وربه جواب إذا، قوله وتسمى النفس فيه بالكاملة أي لما اتصف به من التخلي عن الصفات المذمومة والتحلي بالصفات الكمالية الممدوحة، وصار صاحبها حسنات الأبرار سيئاته، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يستغفر الله تعالى من استغفاره، استغفاري يحتاج إلى استغفار، حمدي يحتاج إلى حمد، وهكذا. فقيل لهؤلاء المقام من لهذا القال من هؤلاء؟ قال يستغفرون الله تعالى من حسناتهم، يستغفرون الله تعالى إيه؟ من حسناتهم. مش في نقص، ده هم يرون أن أعمالهم لا شيء، أن أعمالهم ناقصة. يستغفرون الله تعالى من حسناتهم، بل يعدون أن أعمالهم لا شيء. وهذا يعني كما قال الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الطمع هو الرجاء في أمر محمود مع غير اتخاذ الأسباب، أما الرجاء فهو تعلق القلب بمحمود مع اتخاذ الأسباب. فكيف ناسب لسيدنا إبراهيم أن يقول والذي أطمع؟ الطمع هذا مذموم، هذا إيه؟ مذموم. فكيف يقول سيدنا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ يعني معنى ذلك أنه لما اتخذ الأسباب؟ لا، ليس معناها هكذا، أنه فني عن أسبابه واعتقد وتحقق، مش واعتقد وتحقق، أن أعماله لا شيء، أن أعماله إيه؟ لا شيء. فكأنه يدخل على الله سبحانه وتعالى صفر اليدين، ليس له خلاص، ما فيش خلاص،
يعني كأنه لن يقدم شيئا، فحسنات الأبرار سيئات المقربين كما يقولون. فهناك في أبرار وفي مقربين. قال فيدخلها ربها قال ولها سير وعالم ومحل وحال ووارد وصفات. فسيرها بالله تعالى ديك كتسيرها عن الله، ما دي سيرها بالله. وعالمها كثرة في وحدة ووحدة في كثرة، كثرة في وحدة أنه يشهد الكثير في عين الواحد ويشهد الوحدة في الكثرة، يعني يشهد وحدة الله سبحانه وتعالى في كثير من الموجودات، لا وحدة الاقتدار، وحدة الاقتدار أو وحدة الأفعال، وحدة الصفات، وحدة الوجود. مفهوم يا أستاذ؟ عالمها كثرة في وحدة ووحدة في كثرة. وسألت شيخنا عن معنى هذا الكلام فأجاب بأن مثل هذا يدرك بالذوق لا بالعبارة، وكل من عبر عنه رموه. ومحل الأخفى الذي نسبته إلى الخفي كنسبة الروح إلى الجسد، الذي نسبته إلى الخفي كنسبة الروح إلى الجسد، وحالها الفناء، وواردها جميع ما ذكر من واردات النفوس، وصفاتها جميع ما ذكر من الأوصاف الحسنة النفوس المتقدم ذكرها. والاسم الذي يشغل به هذا الكامل القهار، وهو الاسم السابع، ولم نطل الكلام فيه لعزته وغرابة أسراره. قوله هي أعظم النفوس، أي لأنها كملت فيها سلطنة الباطن وتمت بها المكابلة والمجاهدة، وليس لصاحب هذا المقام مطلب سوى رضوان مولاه. حركاته حسنات، وأنفاسه قدرة، وحكمة وعبادة. إن رآه الناس ذكروا الله، وكيف لا يكون ذلك وهو ولي الله تعالى؟ بل كان وليا هو في المقام الرابع، لأن المقام الرابع مقام الأولياء العوام، والخامس مقام الخواص، والسادس مقام خواص الخواص. فسبحان من لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكل ما ذكر في هذه المقامات حكيت عن أصحابه، وأنا محجوب عن الوصول إلى عرصاته. يعني الشيخ رضي الله عنه وارضاه السباعي بيقول أنا ليس لي نصيب في هذا الكلام إلا أن أحكوه، زي أنا بالضبط كده بنحكيه بس، لكن إحنا محجوبين عن الوصول إلى عرصاته، والله محجوبين، ما نعرفش الكلام دي كله خالص، لم نذكه، هنا بنحاول تقريبه الأفهم فقط. وقد خاب من افترى، وقد خاب من افترى. الشيخ أوله وأنا محجوب عن الوصول إلى عرصاته، متخبط في الأمارة، حبال نحن بالضبط كده زياني كده بالضبط، أنا متخبط في النفس الأمارة بالسوء، لا عملنا أي حاجة ليس نعم، حتى لو خدنا الأسماء السبعة زي ما قالوا، زي ما قالوها. أيوة ممكن واحد يقول الأسماء السبعة وما يكونش ترقى، ممكن ممكن أمر عادي خالص، إحنا ذكرنا بالأسماء السبعة لكن لسه في الاسم الأول، لسه في النفس الأمارة بالسوء. ربنا سبحانه وتعالى يرقينا ويزكينا، وما ذلك الله بعزيز. قال وليس عندي إلا مجرد الرجاء وحسن الظن على حد قوله بعفوك لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي بالخطايا غفرت وأنت ذو فضل ومني، تظن الناس بخير مني أشر الناس إن لم تعفو عني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت
ضعوف نظني. ده هذا من كلام أبي العتاهية. الشيخ يقول وهذا وعين اليقين. وهذا إن شاء الله ما سنقوله في المرة المقبلة. اللهم افتح عينا فتوح العارفين بك، تب اللهم عينا توبة نصوحة تقصرنا بها قلبا وجسما وعقلا وروحا. اللهم تب عينا نتوب، واغفر لنا المعاصي والذنوب، وانقلنا اللهم من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك يا رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.